حضرتك بتشتري الطحال، اوعي 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 اوعي، بصوا كام اوعي تشدي تحتها خط كده يكون مقطوع او مخروم، مقطوع او مخروم، مجرد ما يتحط في ميه السلق هوب نزل كل اللي فيه، بقيتي بتاكلي حته الجلد. اوعي يكون مقطوع، مقطوع ده يبقى بايظ، مش هيطلع معاكي كويس، مش هيديكي التسويه الحلوه اللي انت عايزاها. طب اعمل ايه؟ ابقى جايبه الطحال سليم مليون الميه، واخده نفس النظام، احط عليه الدقيق واغسله على الناشف واشيل الميه منه خالص، بعد كده اشيل الدقيق منه، هينزل بالزفاره احطه في مصفى. طيب ناس كتير لما بتيجي تعمل الطحال وتيجي تسلقه تلاقيه بيلف، تلاقي الطحال بيلف ما يبقاش سليم حته واحده، تلاقي اول ما تحطه في الحله يروح لاف. طب انا اسلقه ازاي عشان يطلع سليم مره واحده كده؟ انا ما بحطش في ميه، نفس اللي بعمله في الفش، بجيب صينيه مربعه او صينيه ايا كان مدوره على قد الطحال عشان يبقى مفرود، اسخنها كويس جدا 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 من غير اي مواد دهنيه ولا اي حاجه، ادي الطحال صدمه من الناحيتين، اتلم واتقفلت المسام بتاعته وبدا ان هو يتلسوع معايا، اروح عامله ايه؟ حاطه له نفس النظام، الجزر والطماطم لو بودر حبهان بودر، اكون محضره الميه المغليه اسقط عليه، واروح قافلاها بغطا حله او بفويل، واسيبه نص ساعه، بعد النص ساعه زي ما عملنا في الفشه بالظبط، شوكه واغرزها، وعينيا على الخروم بتاعه الشوكه، طلع دم يبقى اقفل الغطا واسيبه تاني، ما طلعش دم ومطلع ميه بيضة كده اسيبه دقيقتين ثلاثه، ما طلعش حاجه خالص يبقى هو كده استوى، اشيله احطه في مصفى او صينيه او طبق خارجي يبرد خالص، وابدا ان انا اقطعه شرايح، سواء هتحمريه سواء هتعمليه طاجن زي ما حضرتك عايزه. لو هتحمريه صينيه على النار سخنه فيها حبه زيت او حبه سمنه، نزل اتلسوع معايا، خد الوش الحلو بتاعه، ارجع بعد كده اقدمه مع رشه ملح وفلفل اسود. طب لو النهارده هنعمل زي كده طاجن اعمل ايه؟ هقول لكم حلو. عندي طاسه سخنه على النار، وهعمل كده حبة من الزيت، والطاسة سخنة قوي وباين وواضح على ان من الزيت ان هي فعلا سخنة، هعمل كده احط الطحال بالشكل ده، الصينية فيها زيت ورصيت الطحال بالشكل ده. طبعا حد هيقول لي مثلا انا مش عارفة هو باين قدامك ولا لا، ان في حتت لسه مش مستوية جوه الطحال بالشكل ده كده، لا هو مستوي لان احنا حطينا فيه الشوكه وما طلعتش ولا دم ولا ميه ولا اي حاجه اهو، تمام. طيب انا ليه عملت كده او الحركه بتاعت الزيت دي؟ عشان لو انا شايفه ان في سنه من الطحال لسه ما استوتش، وطلعت مثلا الشوكه وطلعت نظيفه، وفي انا شايفه ان في لسه حته ما استوتش، فحته الزيت دي او حركه الزيت دي بتخليني اتاكد ان الطحال استوى معايا تماما. بص انا بعمل ايه؟ بقلبه كده. طبعا انا لو حد من عيالي واقف معايا دلوقتي في المطبخ، يا ماما انت ازاي بتعملي كده؟ الزيت سخن وازاي بتستخدمي ايديكي كده اهوت، انت ما بتتلسوعيش؟ لا يا جماعه النار ما بتلسعش مؤمن، واحنا بنقلب على طول كده. طيب عندنا ايه دلوقتي؟ عندنا البصل دبلته كويس قوي بشويه ملح وفلفل اسود بقى بالشكل ده، وعندي طماطم وفلفل وكزبره، هبدا ان انا اعمل ايه؟ انزل بالكزبره كده، وعليها اروح عامله كده، كل ده الطحال في الارضيه بيتلسوع معايا في الزيت، لكن شويه البصل دوت هيعرق معايا، يبدا ان هو يجيب سوائل، يبدا اللسوعه بتاعه الطحال تقف كده، تمام وزي الفل. اعمل كده كده ده طاجن الطحال، انا حطيته تحت الشوايه، خد بس لون لسوعه كده، بسم الله الرحمن الرحيم.